مشكلتنا اول ما رخيصه ومنها مستشفيات ملينا، فلوس ما ضلت قدامنا للمراجعات. تمرضنا والله، شنو تمرضين؟ حساسيه وجهاننا وفروخنا، وهذا الفيروس ما يسبونه بحلوك فتخاننا، نطلع المستشفى وندخل المستشفى من وراء هذا. لا تبليغ ولا نظافه ولا تقول بلديه تشيل، وتعال شوف هذيك الحاويات مدرس الله يرضيك. هسه نعيش ابويا ما عندنا هالعده، ياكل ما عدا يطق مرض، بس النظافه نظافه انت احنا وبالنظافه. هاي باور، شوف هاي المجاري، هاي المجاري تعطي 50 25 جنيه، بمشي لك شويه ومشي. محرومين والله، والله محرومين مظلومين. نريد بس يفكونا من الخيس، العيش ما نريد، الطبيخ ما نريد، كميتهم ما نريد، فلوسهم ما نريد، النفط لهم، بس نريد يوخرون الخيسه. كل شيء ما نريد والله، بس النظافه والله العظيم لا اعطونا نظافه كافي. ها ما يطلبون هنا، وشنو بلدي اقول لك انه غلط هاي الخيسه، شنو غلط خليه يذبوا. علينا ما يجون، لا لهم غرض، تعطي فلوس يجيك يمشى شويه ومش، بس وصل بعد ما وصل طلعت. شو اسمه؟